ونتابع الآن مشاهدينا على الهواء مباشرة وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة ولدخولها عبر معبر رفح الحدودي. هذا ويواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات من العديد من دول العالم تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بوصول طائرة مساعدات من باكستان إلى مطار العريش وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. وأشار مراسلنا إلى أن مطار العريش الدولي استقبل 4 طائرات مساعدات من كل من ليبيا والكويت واليونان وإندونيسيا على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لأهالي القطاع. أرسل الأردن بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا طائرة مساعدات على متنها 45 طنا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة. وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن حمولة الطائرة ستصل إلى القطاع من خلال معبر رفح المصري تمهيدا لتوزيعها على المستشفيات بغزة. هذا ونذكر أننا نتابع الآن على الهواء مباشرة وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة ودخولها عبر معبر رفح الحدودي. أيضا يواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات من العديد من دول العالم تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بوصول طائرة مساعدات من باكستان إلى مطار العريش وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. وأشار مراسلنا إلى أن مطار العريش الدولي استقبل 4 طائرات مساعدات من كل من ليبيا والكويت واليونان وإندونيسيا على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لأهالي القطاع.